حياتنا كلها استسلام باستسلام، جوا البيت وبرا البيت. قل لي يا ابو سامي، شو اخبار كنتكم؟ شو بعرفني اخبارها؟ عند مرتك ام عدنان. انا بشوف ام عدنان يا رجل من يوم ما اجى السعاد وانا بدور على ام عدنان ادواره. عالم استهلاكي يابا. لكن الحق على مين يا ترى؟ مش بقولوا شركاء في التنميه، شركاء في البناء، احنا شركاء في الهدم. يعني مش لهالدرجه يا ابو سامي. يا ابو عدنان القصه مش قصه كنتك وام عدنان ولا قصه كنتي وام سامي، لا، الخوف انه المجتمع كله يتحول لمجتمع استهلاكي. حكيك صحيح يا ابو سامي. يا رجل باي وقت المولات فل، والسيارات يا رجل السيارات زحمه وفوق بعض، تقول ماشي على مي. مش كله هذا تبذير طاقه يعني صرف مصاري على الفاضي؟ وكله ماشي.